بريد المشاهدين، وأول رسالة من عدد كبير من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط بيقولوا فيها: حصلنا على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بأحقيتنا في صرف 200% جهود غير عادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998، وتم صرف لنا من تاريخ صدور القرار حتى أكتوبر 2010، وتم وقف الصرف من نوفمبر 2010 بعد أن استقرت أحوالنا المالية بناء على ما تم صرفه لنا، وقد ساءت أحوالنا المادية والنفسية من إجراءات وقف الصرف لمستحقاتنا. نرجو من السيد الدكتور وزير الصحة أن يتكرم بإعادة صرف تلك المستحقات لمساعدتنا على تحمل أعباء الحياة. أعتقد أن دكتور حاتم الجبلي مش هيتأخر عن صرف حقوق العاملين، خصوصا وأن حياتهم استقرت عليها. رسالة من عدد كبير من قرية الطيبين في مركز نبروم محافظة الدقهلية بيقولوا فيها: منذ 20 يوما انفجرت مواسير الصرف الصحي في القرية، مما أدى إلى أن مياه الصرف أغرقت المنازل وأدت لتهدم وسقوط بعضها، كما أن مدرسة القرية غرقت وارتفعت فيها المياه، مما جعل التلاميذ عاجزون عن الدخول، وتوقفت الدراسة حتى مقابر القرية غرقت، واضطر الأهالي لنقل الموتى الذين أغرقتهم المياه. نطالب المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ القرية من الغرق. وأنا بضم صوتي لصوتهم وأطالب السيد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية بالتدخل لإيجاد حل فوري ينقذ قرية الطيبين من الغرق في الصرف الصحي. رسالة تالتة من اتحاد شغالي بورك الأصدقاء رقم 59 حي الزهور بورسعيد بيقولوا إن هناك تصدع وهبوط مستمر ببرج الأصدقاء منذ استلامه سنة 2000. هناك توصيات من جهاز التفتيش على أعمال البناء وهيئة تعاونيات البناء بالقاهرة وكلية الهندسة بحقن الأساسات لوقف الهبوط ثم ترميم العقار على نفقة الجمعية والاستشاري والمقاول، وهناك حكم قضائي نهائي وقرارات من السيد اللواء محافظ بورسعيد ووزارة الإسكان بسرعة إخلاء العقار وتدبير وحدات سكنية لشاغلية لحين انتهاء عمليات الحقن. نطالب بسرعة تدبير وحدات سكنية بديلة لشاغلي العقار لتأمين سلامتهم لحين انتهاء عمليات المراقبة والحقن والترميم أو الهدم، تنفيذا لقراري حي الزهور وتقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء. سيد محافظ بورسعيد والسيد المهندس وزير الإسكان، نخشى أن يتم التراخي حتى يسقط العقار على من فيه، وساعتها لن ينفع الندم. وأخيرا الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية قال إن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لها مثيل في القوانين المصرية. صحيح إحنا عندنا قوانين، بس عندنا فساد ملوش مثيل يا دكتور. تصبحوا على خير.